قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزاك. من البليدة الوضع أصبح جد حرج خاصة بعد سماع بعض الأقاويل عن إصابة أطباء بالكورونا، أين خرج كامل الموظفين والممرضين والأطباء في إضراب، وذلك للتنديد بالوضع المزري خاصة في غياب مصلحة الاستعجالات وقلة الوسائل الطبية. إخوة الكرام شاركونا آراءكم في التعليقات. سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مساء هذا الاثنين 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة بالجزائر إلى 60 حالة من بينها 4 حالات وفيات. وأوضح بيان وزارة الصحة أنه من بين الحالات 6 الجديدة حالة في العاصمة، وحالة بالبويرة، وحالة ببرج بوعريريج، وحالة بتيزي وزو، وحالة بعنابة. شهدت شوارع الجزائر صبيحة اليوم مشاهد مفزعة لإغماء مواطنين في الشارع في مشهد لم يره الجزائريون إلا عبر فيديوهات من ووهان الصينية وإيران تم تناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. الحالة الأولى تم تسجيلها في أحد شوارع باب الواد بالجزائر العاصمة، أما الثانية فقد سقط الشاب يلبس قناع أمام الناس في شوارع مدينة باريكا. كشف وزير الصحة أن الجزائر تملك 200 سرير فقط، الأمر الذي يعني أن القطاع الصحة عاجز تماما لدرجة كبيرة في احتواء أزمة كورونا إذا انتشر الوباء لا قدر الله. أكد وزير الصحة بأن كل التجمعات معلقة ويمكن الذهاب إلى المنع إذا تطلب الأمر، وأضاف وزير الصحة قرار المنع يعني وضع قوانين تعاقب المخالفين لذلك. تداولت مصادر الوسائط الرقمية بشكل واسع خبر الحجر على قطار وهران الجزائر بمنطقة البوليدة بعد الاشتباه في إصابة 17 شخص أحدهم في حالة سيئة جدا، جاءوا على متن قطار الخط وهران. وتفيد ذات المصادر أن المحتجز وأصدقائه قدموا من إسبانيا إلى وهران ثم نحو مقر سكناهم بالعاصمة، والآن هم موقوفون في البوليدة مع حال طوارئ قصوى. التمس وكيل جمهورية لدى محكمة سيدي محمد اليوم الاثنين 20 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام للأمن الوطني الأسبق المتهم عبد الغاني هامل مع مصادرة جميع ممتلكاته، كما تم التماس 20 سنة سجنا نافذا للابن الأكبر هامل أميار و15 سنة للأبناء الآخرين شفيق ومراد مع مصادرة كل من يملكون من العقارات والأموال. والتمست محكمة سيدي محمد 15 سنة سجنا نافذا مع غرامات قدرت ب 8 ملايين دينار جزائري ضد والتيبازا الأسبق موسى غلاي، إضافة إلى 10 سنوات سجن نافذا ومليون دينار غرامة مالية في كل من الرحيمية محمد مدير ديوان ترقية وتسير العقاري لحسين داي وبو عميران علي مدير أملاك الدولة بتيبازا. أمر وزير التجارة كمال رزيق بالغلق الفوري لفضاءات الترفيه بالمركز التجاري أرديس، وقد أدى وزير التجارة اليوم الاثنين زيارة مفاجئة تفقدية للمركز التجاري أرديس. وحسب بيان وزارة التجارة فقد عاين الوزير توفر المواد الأساسية وعمليات التموين بهذا الفضاء التجاري، كما قدم رزيق توجيهات للعمال بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية من مطهرات وقفازات. وأكد الوزير على إلزامية احترام مسافة الأمان بين المواطنين وتجنب الاحتكاك. والتقى الوزير ببعض المواطنين والذين تمت طمأنتهم أن الجزائر تمتلك كل الإمكانيات لتمويل الأسواق بالمواد الغذائية، مؤكدا أنه لا يوجد أي داع للهلع. أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية بيانا بخصوص تداول فيديو لتدخل أعوانها للتكفل بشخص مشتبه إصابته، وأوضح البيان أن الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت لإسعاف شخص بباب الواد بمحاداة ثانوية الأمير عبد القادر. وأشارت الحماية المدنية أن هذا الأخير كان متوجها نحو المستشفى وكان يرتدي قناع واقي وتعرض لنوبة حيث سقط أرضه. وأفادت الحماية المدنية أنه بعد عملية تعرف والتحدث مع الضحية اتضح أنه أصيب بنوبة، وتم إسعاف الشخص من طرف الحماية المدنية بمكان الحادث ثم نقله إلى مستشفى محمد الأمين دباغين وهو في صحة جيدة وغير مصاب بكورونا. ودعت الحماية المدنية إلى الكف والتوقف عن بث الإشاعات والتي لا تزيد إلا من نشر الرعب والهستيريا في نفوس المواطنين. وأشار بيان الحماية المدنية أن وزارة الصحة هي من تقوم وتقدم كل المعلومات الخاصة بالحالات المشتبه فيها أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا. أعلن مدير الصحة لولاية عنابة عبد الناصر دعماش تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالولاية بعدما أكد التحاليل المخبرية على مستوى معهد باستور بجزائر العاصمة لعينات الدم المأخوذة من شخص مشتبه فيه إصابته بالفيروس. وحسب مدير الصحة فإن المصاب بفيروس كورونا بولاية عنابة يشتغل كطبيب بعيادة خاصة ويبلغ من العمر 34 سنة، حيث تم وضعه في الحجر الصحي منذ قرابة يومين بمجرد عودته من مهمة عمل بفرنسا أين كان يحضر مؤتمر طبي شارك فيه بالعاصمة الفرنسية باريس.
أعلنت وزارة العدل أنها أبلغت رؤساء الجهات القضائية والمؤسسات العقابية بتعليمة الوزير الأول متعلقة بتقييد النظام الوطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره. ودون أن تتحدث عن توقيف مؤقت لجلسات المحاكم، ردت وزارة العدل على بيان لاتحاد منظمات المحامين الذي وجهه إلى وزير العدل حافظ الأختام طلب منه اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب انتشار وباء كورونا، قائلة: إنما يطلبه رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يدخل في صميم مهام السلطة العمومية التي ما فتأت منذ بروز هذا الوباء باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المتاحة في سبيل الحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين وتجنيبهم عدوى هذا الوباء. وأبلغت مصالح وزارة العدل نقيب المحامين أن القطاع العدالة وعلى غرار قطاعات الدولة الأخرى قد اتخذت كافة التدابير الوقائية باستعمال جميع الوسائل المتوفرة للحفاظ على صحة المتقاضين والمواطنين والوافدين على الجهات القضائية والمؤسسات العقابية لطلب الخدمة العمومية في جو تسوده السكينة والطمأنينة والاستقرار ضمانا للسير الحسن للمرفق العمومي، مشيرا إلى أنه تم تبليغ رؤساء الجهات القضائية والمؤسسات العقابية بتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 9 مارس 2020 لتنفيذ النظام الوقائي من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره. يمكن لزبائن الخطوط الجوية الجزائرية تعويض تذاكرهم الخاصة برحلات الملغاة من طرف الشركة في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وذلك إلى غاية نهاية العام الجاري حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان الشركة. وجاء في البيان أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تطمئن زبائنها الكرام المعنيين بتقليص برامج رحلات تطبيق الإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا أن الاستخدام اللاحق لتذاكر السفر التي تم شراؤها يتم من دون مصاريف أو وثائق إضافية بمجرد استئناف رحلات مبرمجة إلى غاية 15 يونيو 2020. كما تؤكد الخطوط الجوية الجزائرية أن اللجوء إلى التعويض ممكن إلى غاية 31 ديسمبر 2020، حسب البيان الذي يضيف بأن التعويض سيكون متاحا فقط في نقطة الشراء الأصلية، وعليه فإنه ليس من الضروري إجراء أي تنقل الآن إلى نقاط بيع الشركة. يذكر أن الخطوط الجوية الجزائرية علقت رحلاتها بشكل مؤقت من وإلى جميع الدول الأوروبية، الصين، السعودية، المغرب وست دول إفريقية، ويتزامن هذا القرار مع قيام الشركة بتنظيم رحلات لإجلاء المواطنين الجزائريين من الدول المعنية بالتعليق. أعلن رئيس ديوان والي ولاية البليدة أيت أحمد الطاهر اليوم الاثنين عن تشكيل لجنة لإغلاق المتاجر والمهن التي لا تؤثر الحياة اليومية للمواطن، وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا. وأوضح آيت أحمد خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية حول الإجراءات المتخذة للتصدي لهذا الفيروس أن والي الولاية كلف مدير التجارة ورؤساء الدوائر ومصالح الأمن بتشكيل لجنة والشروع ابتداء من اليوم بإغلاق المحلات التجارية التي لا تؤثر الحياة اليومية للمواطن، وذلك لحصر عدوى انتقال فيروس بين الأشخاص، على أن يستثنى من هذا الإجراء محلات المواد الغذائية والأسواق الصغيرة. وأضاف ذات المسؤول أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار المصلحة العامة للمواطنين يشمل أيضا إغلاق مقاهي الأنترنت وقاعات الحفلات والحمامات وقاعات ممارسة الرياضة وغيرها، مشيرا إلى أن أصحاب محلات أخرى كالألبسة والمقاهي ليسوا مجبرين لحد الآن على الإغلاق، إلا أن كل مبادرة من هذا النوع يتخذها أصحابها هي مرحب بها.